السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، تكرمت. كنت سمعت مقطع حضرتك بتطبع في حديث الورد في دعاء عند الرعد، ويسبح الرعد بحمده ويمجده. آه نعم، الرعد ملك يزجر السحاب، لا يصح. أو الحديث الآخر في الذكر عند الرعد: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعفنا قبل ذلك، لا يصح أيضا سندا. أنا لقيت في الموقع رواية موقوفة عن عبد الله بن الزبير. طيب أنت تتكلم عن مرفوع إلى الرسول، لا لا، عموما يعني أي حد. لا ما أدري، ما استقرأت الموقوفات، كلامي على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعنيني. معلش الإسناد، تقول تنبهني لو في حل. نعم؟ ممكن آه أقول ضعيف. الإسناد إسناد ابن الزبير يعني ولا إيه؟ نعم؟ تقصد إسناد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ولا إيه؟ ايوه، انا عبد الله بن الزبير انه اذا سمع الرعد كان حديث. موقوف عليه من كلامي ليس عن رسول الله، اقرأ السند أيضا. عن ابو مصعب، عن مالك، عن عامر بن عبد الله، عن عبد الله بن الزبير. عن عامر بن عبد الله. ومن رواية ابو مصعب الزهري. لا، ما هو مالك بينه وبين عبد الله. اقرأ لي الوسط، عامر بن من بين مالك وعبد الله بن الزبير. عامر بن من؟ عامر بن من؟ أقول الوسط بين مالك وبين ابن الزبير، ما اسمه؟ عامر بن من؟ ايوه، عامر بن عبد الله، عن ابيه اللي هو عبد الله بن الزبير. آه والله أحتاج أراجع عامر بن عبد الله بن الزبير، ما زالت أنا مهلني إلى مراجعة حالي. لكن لحظة، الإمام أحمد بن حنبل عليه ثقة، وكذلك النسائي وأبو حاتم الرازي كلهم وثقوه، ما في أحد ضعفه. لا، ما فيش حد ضعفه. خلاص السند صحيح لكن يكون موقوفا. بارك الله فيك. موقوفا.